مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من قلب مدينة تورينو على ملعب عملاق الكرة الإيطالية يوفنتوس ستاديوم. يوفنتوس ريال مدريد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. والآن فلنتابع أعزائي المشاهدين تشكيل الفريقين. وركلة البداية كريستيانو رونالدو، يا سلام على المرور، على انطلاقة من الجهة اليسرى كريستيانو رونالدو. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. مودريتش يلعب كرة على اليسار، مهدي بن عطية، كليني، أليكساندرو يلعب كرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية، أليكساندرو، كريستيانو رونالدو. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة، ولمسة أخرى يلعبها إلى ديبالا، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. أليكساندرو، الكرة على الأطراف، كريستيانو رونالدو، والكرة راية بعد ذلك وتسلل. كرة إلى الأمام، أليكساندرو، ديبالا يبحث عن حلول، كرة طويلة وعالية، لمسة في المساحة الخالية، فرصة هجوم معاكس، لختشتاينر يلعب كرة عرضية، كريستيانو رونالدو. الكرة ملعوبة من مسافة، إمكانية مرتدة الآن، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. بيانيتش يستلم الكرة على الجناح، فرصة مهمة للعب كريستيانو رونالدو. أي دفاع عن هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار عن هذا؟ خضيرة، انطلاقة من جهة اليمين، ديبالا يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، الآن فرصتهم للمرتدة، كريم بنزيما، كليني يستعيد الكرة سريعا، لختشتاينر، خضيرة، لختشتاينر، لختشتاينر،
في انتظار التمرير الآن. رمية جانبية إذن، سيرخيو راموس، كروس، رافائيل فاران يبحث عن المهاجم، يلعبها طولية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. مهدي بن عطية، لخت شتاينر، دوغلاس كوستا، دوغلاس كوستا الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب، كرة طولية إلى الجناح. نيمار، إيسكو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. ألكساندرو، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمروا يلعب كرة بينية، مودريتش، كرة على الأطراف، تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. يوفنتوس على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. بيانيتش، تغيير لاعب على الأجناب، عمل كبير، يا سلام على ديفالا، كرة بعيدة عن المرمى، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. نيمار، مارسيلو، كرة طويلة إلى الأمام، جارث بيل، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. جارث بيل، فرصة من جديد، دوغلاس كوستا يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه، إراءة ممتازة من الدفاع، كريستيانو رونالدو، إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة. يانيتش يلعبها للجانب، كريم بنزيما ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، ديبالا، كرة على الجانب، مساحة خالية على الجانب، كريستيانو رونالدو، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة،
انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. سامي خضيرة، تصدي رائع جدا من الحارس. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يبحث عن حلول. إيسكو، نيمار معه الكرة ولديه جارث بيل. لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. كريستيانو رونالدو، يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. يقطع الكرة. مودريتش يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ديبالا، يا ديبالا، ارتدت الكرة من العارضة. مودريتش يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بيانيتش، وين هالتمرير الآن؟ ولمسة أخرى وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. كريستيانو رونالدو، مرت فوق العارضة. مودريتش يلعبها طولية. أليكساندرو، كرة طولية إلى الجناح. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يحاول تمرير كرة. يبحث عن زميله جاريث بيل. كريستيانو رونالدو يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقاف اليوم. كريستيانو رونالدو، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. مباراة تألق الدفاع على الهجوم في هذه الليلة تنتهي بهذه الوضعية. يا إلهي.